عن شاء لطيفه يلا تسجيل مش لقاء تسجيل كنا في الصف وهجموا علينا المستوطنين من الجهه الخلفيه من المدرسه ورموا الحجار على الشبابيك وقاموا اكثر من مره بالهجوم على المدرسه على الساحه وكانوا يقفوا الجنود فوق من عند الحوز من دقه الحوز ويضربوا المسيل على المدرسه وكنابل الصوت وهذا الاشي تم لإخلاء الطلاب من المدرسة والتوجه للمنازل. يعني أي صوت بصير أي صوت ضرب نار صوت فكعة شيء في البلد بنفكر إنه في مستوطنين أو جيش نزلوا على المدرسة. هذا بسبب قلق للطلاب في المدرسة في طلاب بتخاف في طلاب صغار في المدرسة تقدرش تدافع عن حالها في طلاب صغيرة برضه لا بتقدر تهرب ولا بتقدر تسوي شيء في المدرسة. بنحاول إحنا بنعمم على الطلاب بشكل دائم نعطيهم تعليمات إنه يتجمعوا في منطقة ويطلعوا مع بعض ما يطلعوا بشكل فردي لأنه ما بنعرف إمتى بتكون هجمتهم أحيانا بتكون على وذان الصبح أحيانا بتكون الساعة 6 أحيانا 5:30 أحيانا 7 ما بنعرف شو موجود وكل يوم لما نيجي إحنا بنعمل لفة حول المدرسة نفتش ليك عبوات ناسفة أو حاطين إشي ما بنعرف شو هو يعني سبق إحنا هنا في بين الشجر في هذه المنطقة بي اللي فوق المدرسة وجدنا أنه حاطين قنابل ربطينهن في السلك بين الشجر فهذا الشيء بيعمل عند الطلاب عقدة نفسية أنه فايت هو كثير من الطلاب بسمعها يا أستاذ إحنا فايتين على سجن نطلع حوالينا كله سجن كله سجن هذا الشيء بيأثر على نفسية الطالب وعلى مدى تحصيل العلمي وصار عندنا كثير